فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي أعزنا بشهر رمضان وأعاد علينا عوائد الإحسان وأنعم علينا يوم العيد والفرحان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان لي السلام عليكم. وعليكم السلام. بعد الزكاة بعد الزكاة بفضل الصلاة كام يعني بري هناك بعد الزكاة لعني سلام يا سلام يا سلام عيد مبارك. ايوه